هل ايوه الروح تحب مادة؟ اضرب لك انا المثال؟ خلاص هل لا يا الروح فندم، مادة؟ الروح لا يا جماعه، خلاص الروح لا يتاثر، خلاص يا ديفيد، انتم لن تفضل. تنعموا في الجنه ولن يعذب اهل النار بارواحهم يا فندم. لن ينعم حد في الجنه ولا في النار في المسيحيه بروحه، الروح لن تنعم ولن تعذب. وهل قال لك، وهل قال لك انت بدك تدخل على الجنة موافقني؟ بروحك؟ ها؟ موافقني؟ ما بده انت يخلق لك اجساد خاصة للجنة؟ ها؟ يخلق لي اجساد خاصه للجنه، اجساد اجساد تعالوا هينعم في لنشوف الجنه هل بروحه ولا لا، روحك وهيعذب في النار بروحه ولا لا. رد على السؤال، رد على السؤال، عندكم العذاب على الروح، الروح خلينا تعذب اطلع لك وتنعم في الايات، الاخره ولا لا؟ رد على السؤال، خلينا اطلع لك الايات. رد على السؤال امام الناس عشان اعرفك. والله بتعترضوا على دينكم ومعتقدكم. هل يقول لي هو الروح، الروح بتنعم الروح بتعذب، قصدي هو الروح بتتأثر؟ طب رد على السؤال، الروح بتتنعم في الجنة وتتعذب في النار في الآخرة ولا لا؟ رد على السؤال، طيب رد على خليني بس السؤال، اجاوبك، خليني رد على اجاوبك لحظة. السؤال، رد على سؤالي، الروح بتتعذب في الآخرة وبتتنعم يعني في الروح، الآخرة ولا لا؟ رد على السؤال، يعني الروح، انت يعني عندك الروح، هل الروح عندك تتأثر؟ رد على السؤال، ها؟ عندك رد على السؤال، الروح عندكم بتتنعم في الآخرة وتتعذب ولا لا؟ رد على السؤال، ما دخل منتظر الروح رد. بالجسد؟ لا، شو ايه دخل الروح بالجسد؟ يبقى يا جماعة الخير، عندك الروح لحظة يا جماعة فراس، ينفع انت كده عم تسأل، وطلع ديفيد انت ونزل ديفيد يا ومش محمد عارف يا ايه محمد يا فراس؟ يا محمد يا محمد يا محمد اتفضل اتفضل يا شوف، فندم، انت عم تضرب امثله لا ينبغي ان تضرب، يعني خالص مثل انت لحظه ليه لا ينبغي ان تضرب يا استاذ؟ لحظه مش ده سؤال يا لانك استاذ؟ حضرتك، عم تضرب لي امثله روحانيه، تمام؟ هل انا اعرف ما سيحدث هناك؟ انا لا اعرف، انا عم حاول اجيب لك ايات اوصل لك الفكر الكتابي. من ورائه ولمست عباءته لأنها قالت في نفسها إن استطعت أن ألمس ولو عباءته فسأشفى. فشفيت جميل، كمل. لأنها فالوقت شفيت، دفق. اه فشعر يسوع أن قوة قد خرجت منه فالتفت وسأل من لمس عباءتي. نفس الكلام لما انت جيت كمل كمل سألتني كمل كمل بداية، كمل ها؟ فقال له كمل التلاميذ: أنت ترى أن الجميع يزحمونك من كل جانب وتسأل من الذي لمسني؟ أما هو فنظر حوله ليرى من فعل ذلك، فأدركت المرأة ما حدث لها، فجاءت مرتعشة وارتمت أمامه وأخبرته بالحقيقة كلها. فقال لها: يا ابنتي، لقد خلصك إيمانك، لقد خلصك إيمانك، مثل ما أنا خلصت بالإيمان، وقف فاذهبي بقى هنا، بسلام. وقف لحظة بقى، لحظة، لا، نكمل آدي الآية: القصة في إنجيل فاذهبي مرقس، بسلام وتعافى من مرضك. جميل نعم قوي، آدي القصة في إنجيل مرقس، بيقول إذ نعم امرأة بنزف دم 12 سنة، إذ امرأة بنزف دم منذ 12 سنة وقفت وراه. المفروض ان يسوع عالم كل شيء وعالم الغيب والشهاده، المفروض كاله نفس متجسد يعني. يا بابا، يا بابا انا نفس خليني الكلام اكمل يلي انت عشان اول ستك سؤال تقرا. ضربته. طيب يلا تفضل. جيت ام بيقول ايه في انجيل، في انجيل مرقس اصحاح 5 العدد، شوف كده يلا من اول انجيل مرقس اصحاح 5، المعذرة، العدد، الأول العدد 30، 35. فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في قوة في نفسه بقوة التي خرجت منه، وقال: من الذي، من لمس ثيابي؟ السؤال، لو كان يسوع تفضل سؤالك. عالم الغيب ازاي ما يعرفش مين اللي لمسه؟ ها، انت أليس بداية هذا جهلا سألتني، بالغيب؟ انت بتتذكر لما سألتني اول سؤال، ها؟ انت سألتني اول سؤال على انه لما قال ليس نبي
ها وضربت لك هذا المثال. يا ها فندم رد على السؤال، لو كان أو هو شوف شوف، الإله أنت لما جبت اللي لي عالم خليني كل أتذكر شيء، الآية. لحظة، لماذا يقول من لمس، بيسأل ليه عن اللي لمس ثيابه؟ أنت جبت لي، شوف أنا راح أقول لك، أنت جبت لي من إنجيل متى 13:57 لما ليس نبي بلا كرامة إلا في وطني. أنا جيت شرحت لك، قلت لك المسيح بناسوت ولاهوت، ناسوت لا يستطيع أن يفعل شيء من دون اللاهوت، من دون أن يطلب من اللاهوت. ناسوت دائما كان يصلي، حتى في الجبل أو في الموعظة، دائما المسيح كان بناسوت يطلب من الله ليعلمنا بلاهوت، يطلب من اللاهوت، هو آخذا صورة عبد. ناسوته لا يستطيع أن يفعل شيء بمعزل عن اللاهوت. أنت يعني جيت يسوع كان، سألتني ثواني طيب، السؤال، ثواني 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 أنت ثواني جيت ثواني سألتني هل النسو يسوع، النسو يسوع من النسوت تلقاء نفسه لا النسوت يستطيع أن يفعل شيء؟ كان عارف مين اللي لمسه ولا لا، واين ذهب اللاهوت منه؟ ناسوت يعني لا يسوع يعلم كده وهو شيء، في النسو، لا لو يعلم واحد جه الغيب من وراه، الناسوت. لو واحد جه من وراه وضربه يا على حبيبي ظهره شعل، أنا مثلا، أجيب 30 واحد عم يدافشوك من وراه، وواحد اي لمسك، كيف بدك تعرف مين؟ الناسوت لا انا يعلم مش شيء. هعرف لان انا انسان، لكن يسوع وهو اله إنسان، ظاهر أنا مش جسد. إنسان قد كلمكم بالحق. ايوه ذكرت كلمة إنسان أكثر من 80 مرة في الكتاب المقدس عن المسيح يسوع. ناسوته يعني الان، لا يعلم أي شيء طب ازاي انسان، هو انسان اهو إلا، انسان عادي، ها وازاي إلا لمسته الآب امرأة؟ الذي عشان اعرفك، يعلمه. ثواني بس ثواني، يلا ازاي انت بالمعجزه دي مباشره قلت لاهوت، وهتقول دي لاهوت ان واحده لأنه لمسته، الأعمال، الأعمال واحده الذي كان لمسته، يعملها بلاهوت. ثواني 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 ثواني، واحده لمسته فخفت من المرض اللي هي فيه، خلاص يبقى دي معجزه بلاهوت اهو. ايوه، ازاي هو لسه حالا رايت ناو حالا عامل معجزه بلاهوته حالا، قام لافف كده ما يعرفش اصلا، هو كمان عمل معجزه من غير ما يعرف، ده ما يعرفش اصلا انه عمل معجزه، قام لافف يقول لهم يا بابا هو مين يا اللي بابا، لمسني؟ هو الناسوت، ليه يا عم وهل لمسني؟ الناسوت، هو اصلا انا أعطاك حسيت أمثلة كتير بقوه في خرجت الكتاب، مني، ده اله او أعطاك ده ايه ده؟ أمثلة كثيرة. نحن لا نؤله الجسد مثل ما أنت متخيل، نحن لا نؤله الجسد، ممكن انا نحن هريحك خالص لا كده نؤله دلوقتي. يسوع الجسد. ماشي ماشي، ركز كده معايا في الجزئية دي المسيح اهو. يسوع ناسوت، ناسوت ناسوت يعني كده حل فيه الحمد اللاهوت. لله، يعني يسوع ده انسان مش اله، ولا اله ظاهر في جسد ولا اله متجسد ولا إنسان اله فيه كل، لاهوت. حل فيه لاهوت الله، ما حل إنسان، ازاي بقى؟ ركز كده في الكلام، كلمة بص الله أخلى بص نفسه آخذا صورة عبد. يا حبيبي تمام. أرجعنا طيب يعني هنجيب لنفس النص المسألة، تاني، بص أرجعنا بيقول ايه، لنفس المسألة. يلا بص بيقول ايه، فللوقت، انجيل مرقس 35، فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا بقوه، شاعرا في نفسه بالقوه التي خرجت منه، وقال من الذي لمسني؟ يا فندم يعني ايه يا فندم؟ يعني الاله الظاهر في الجسد عندكم ماشي في وسط الجمع، فواحده لمسته، واحده لمسته، فهو اله ظاهر في جسد، حس كده ان في نعم، قوه طلعت منه، قام لافف هو مين اللي لمسني؟ اصل انا حسيت بقوه طلعت مني، طيب القوه اللي طلعت لماذا دي كان لاهوت ولا يصلي ناسوت؟ المسيح حين يصنع معجزة؟ القوه، لا القوه اللي طلعت منه دي، لا دي الله تبع اللي اللاهوت ولا لمس الناسوت؟ لإيمانه، لأنها آمنت، هي انا هاجي على آمنت النقطه بتاعت بالله، ايمانها، بس ركز ركز معايا، انا هاجي آمنت على أنه ايمانها يصنع، بس خليك شوف، معايا، لأن ابن القوة اللي الإنسان خرجت منه، يصنع معجزات أيوة بقوة الله. حلو، يعني القوة اللي تمام، خرجت منه تدل على لاهوته صح؟ طبعا الله، طب لماذا التفت وقال مين اللي لمسني يا ناس؟ أصل أنا حسيت إن لأنه في قوة ناس. طلعت يا مني. بابا يا بابا، أنت إذا حدا لمسك ما بدك تنتبه يعني؟ لا حول إذا ولا أنت قوة حدا إلا بالله، لمسك ما بدك تنتبه؟